جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقولون هناك بعض الأسر في كل عام يقومون بالذبح، ثم عرفوا الذبح بقولهم هو الذبيحة التي تقوم الأسرة بتربيتها لذلك اليوم، وتطلق عليها اسم الولي، ويدعون الناس للغداء، ومن بعد صلاة العشاء يذكرون الأدعية التي وردت في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بصوت مرتفع، مع العلم أن هذه الأسر تعتقد أنها إذا لم تعمل ذلك أن الولي الفلاني سوف يضرها، ولكل أسرة ولي خاص تعمل له ما ذكرناه سابقا. أفتونا في هذه القضية جزاكم الله خيرا. هذا الذبح بنية أنه للولي شرك بالله، شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه صرف للعبادة لغير الله عز وجل، فلا يذبح لأحد غير الله عز وجل وباسم الله عز وجل. قال تعالى: فصل لربك وانحر، قرن النحر بالصلاة، فكما لا يصلى لغير الله فكذلك لا يذبح لغير الله، من باب التعظيم والتقرب، من باب التعظيم والتقرب وطلب جلب النفع ودفع الضر، هذا لا يفعل إلا مع الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فقرن النسك مع الصلاة، والنسك هو الذبح، دل على أنه لا يجوز أن يذبح لغير الله تقربا وعبادة ولدفع ضر أو جلب نفع، لا يذبح على هذا الوجه إلا لله سبحانه وتعالى. أما الذبح للأكل لأكل اللحم، أو الذبح بمناسبة قدوم غائب إكراما له أو للضيف، هذا مباح وليس عبادة، إنما هو من أجل الأكل والحاجة فهو مباح. إنما الذبح الذي لا يجوز إلا لله هو ما يقصد به التقرب والعبادة والخضوع ورجاء النفع ودفع الضر، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وليس هناك أولياء ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، لا الأولياء ولا غيرهم، الأولياء مخلوقون وهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب منهم بعد موتهم شيء ولا يقدرون على شيء ولا يصرف لهم شيء من العبادة، وإنما يدعى لهم ويترحم عليهم ويقتدى بعملهم الصالح. أما أن يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل ويذبح لهم ويتبرك بهم أو بتربتهم، هذا كله من أمور الجاهلية ومن الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. فالواجب عليكم أن تنصحوا هؤلاء وأن تبينوا لهم أن هذا شرك أكبر، وتبينوا لهم أن الذبح من أنواع العبادة التي لا يجوز فعلها إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يذبح للولي تقربا إليه لا في ليلة معينة ولا في سائر الأيام، كل ذلك لا يجوز، لأنه شرك بالله عز وجل ومخرج من الملة، لأن من عبد غير الله فقد خرج من الملة بأي نوع من أنواع العبادة ومنها الذبح، والذبح عبادة عظيمة، ولذلك قرنه الله في الصلاة: صلي لربك وانحر، وإن صلاتي ونسكي يعني الذبح لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. نعم.